ان شاء الله النهارده بقى هيبقى عندنا اخر دي اخر جزء في الجزء بتاع الفارماكو داينامكس، وبكره ان شاء الله هنبدا الفارماكو كاينتكس. احنا فاكرين ان انا قلت ان الفارماكو داينامكس كانت هي انكلود الميكانيزم والادفيرس افكت او الفارماكولوجيكال اكشن اللي هو بما فيها. قلنا ان الفارماكولوجيكال اكشن ده بيبقى انكلود لا اما حاجه بينيفيشال لا اما حاجه ايه اللي هو السايد افكت او الادفيرس افكت. واتكلمنا قبل كده على الميكانيزم وقلنا يعني ايه ريسبتور، وشرحنا ازاي بيحصل الدواء بيغير ازاي وبيديني افكت ازاي. تعالوا النهارده بقى نتكلم على الادفيرس دراج رياكشن. Adverse drug reaction تاني اللي هي الجزء اللي هو ال unwanted effect of drugs، الجزء اللي انا مش عايزه. بس احيانا بيبقى ال adverse drug reaction ده بيتطلب مني ان انا اعمل ايه، ان انا ممكن اعمل ايه في الدواء، ممكن اوقف الدواء، ممكن ساعات في بعض الحالات بيبقى مضطر ان انا اعالج ال adverse effect اللي حصل ده. فدي فكرة adverse drug reaction. طب احنا هنتكلم على ايه النهاردة؟ احنا هنتكلم in general زي ما تعودنا في الفارماكوديناميك، مش فكرة الدواء ده بيعمل ايه، لكن الconcept بتاع adverse drug reaction. في عندي انواع مختلفة من adverse drug reaction. لما بنيجي نقسمهم بنقسمهم الى حوالي 5 سب جروبس، كل واحده من دول بيبقى لها كرايتيريا. بنقسمها ازاي؟ بنقسمها الى اللي هو تايب A، تايب B، C، D، E. اللوغاريتمات دي تعال نمسك واحد واحد كده ونشوف ايه الكرايتيريا بتاعه تايب A. ده اول واحد هنتكلم عنه. يعني ايه لما تقول ان الدواء ده الادفيرس دراج رياكشن بتاعه تايب A ادفيرس دراج رياكشن؟ ايه بمعنى اوجمنتد؟ بتعني ايه اوجمنتد؟ ها، تصاعدي، او حاجه بتزيد كل ما بتعمل ايه في الدوز، كل ما بتزود الدوز. وبالتالي ده تاني صفة فيه بيبقى حاجة اسمها dose dependent. كمان في صفة مهمة قوي اللي هي بنسميها انه predictable. يعني ايه الكلام؟ كلمة predictable يعني متوقع. يعني ايه بقى متوقع الادفيرس دراج رياكشن؟ يعني مثلا انا بقول ان الدواء ده بيوطي الضغط، لما اجي اقول لك في الادفيرس دراج رياكشن بتاعته هايبوتنشن هتستغرب؟ ما هو ده اكستنشن لايه؟ للفارماكولوجيكال اكشن بتاع الدواء. وحقيقي غالبا بيبقى معظم او 80% من الادفيرس دراج رياكشن بتبقى اللي هي دوز ديبندنت او اللي هي بريدكتبل او اكستنشن للفارماكولوجيكال افكت. مثلا لما اجي اقول لك دواء بيعمل سيديشن، عارفين يعني ايه سيديشن؟ سيديشن يعني ايه؟ بيهدي. طب لما اجي اقول لك في الادفيرس افكت بتاعته العيان ممكن ينام مني لو اخذ جرعه كبيره، بريدكتبل، شيء متوقع جدا ان هو يعمل حاجه زي كده. طب يعني ايه دوز ديبندنت؟ دوز ديبندنت معناها ايه؟ ان في الدوز دي ممكن يعمل، خلينا في المثل بتاعنا، ممكن يعمل هاي بوتنشال. طب لو الدوز زادت ده مش هيبقى هاي بوتنشال، ممكن يخش فيه شوك، يبقى ده اسمه دوز ديبندنت. يبقى تايب ايه دي الشروط بتاعه تايب ايه، والحقيقه ده بيمثل كميه كبيره جدا من الادفيرس افكت بتاع اي دواء.
في بقى شوية أسامي جوه، في منهم حاجة ممكن تبقى تلخبطنا شوية، بس هقول مش هتلخبطنا ليه. الأوجمنتد ده في حاجة اسمها إنتوليرانس. حد فاكر تولرانس كانت ايه معناها ايه؟ تولرانس كان معناها ايه؟ تعود، مش كده؟ اما اقول انتولرانس يبقى واحد مش متعود على الدواء ده. ايه الكلام الغريب ده؟ منطقي جدا ان انا لما اجي ادي العيان دوز انا ببقى عارف ان في الدوز رينج، لو تخيلت الدوز رينج بتاعتي هتتراوح مثلا من 5 إلى 20 مثلا، انا ببقى عارف ان معظم الادفرس افكت هيبان من كام؟ هيبان في الرينج ده من 5 إلى 20 ادفرس افكت هيبان، ده الطبيعي بتاعي. في بعض العيانين تيجي تديله الخمسه دي يحصل له ايه؟ يحصل له exaggerated adverse effect. يعني حد مثلا هفترض ان الدواء بتاعنا ده بيوطي الضغط، خلينا في مثل بسيط، فانا متوقع ان عند دوس 5 ممكن يبقى الادفيرس افكت بتاعه ان الضغط يوطى ايه 10 20، ده اخره. بعض العيانين تيجي تديهم الخمسه دي تلاقي دخل منك في شوك. ايه ده؟ مش طبيعي الكلام ده. بس خد بالك هو برضو دوز ديبندنت. يعني ايه هنا دوز ديبندنت؟ يعني لو انت بعد الخمسه اديت العشر ها هتحصل الشوك بس بصوره ايه؟ اعنف كمان. وبالتالي ده اسمه دوز ديبندنت. في حاجه اسمها انتولرنس. انتولرنس هيبقى معناها ايه؟ ان العيان سنسيف للدوز الايه؟ حتى الاقل من الثيرابيوتيك دوز. طب ودي ليها كلينيكال امبورتنس؟ خد بالك قوي. تفتكروا كده لما نيجي نعالج مريض مثلا عنده سكر، عنده ضغط، وابدا علاجي معاه، تفتكروا انا هبقى بالعنف ان انا اخش مثلا ادي دواء يوطي السكر بعنف؟ لا، انا ما اعرفش لسه الرياكشن بتاع العيان ايه. فعشان كده الافضل ان نعمل ايه؟ ادي ايه؟ ابدا بدوز ايه؟ دوز صغيره واشوف الريسبونس بتاعه. ساعات كلنا بنقع في الخطا ده. اما تبقى حاجه يا جماعه كرونيك ديزيز وعايز تعالج المريض بتاعك، نصيحه ابدا بحاجه ايه؟ صغيره وشوف الريسبونس، وبعدين ابدا زود على حسب الريسبونس بتاعه. ما تبداش كده، ما بلاش العنف في البدايه. انا بتكلم على حاجه كرونيك وستيبل، يعني مش بتكلم مثلا عيان داخل لي بانفارشن، لا دي قضيه تانية. لكن زي ما بقول كده، عيان عنده سكر، السكر بتاعه عالي شويه، بالراحه ابدا بالراحه كده وشوف الريسبونس بتاع العيان هيبقى ايه. يبقى كلمه انتوليرانس هو ان العيان يحصل له ادفيرس افكت ايفن من دوز ساعات بتبقى اقل من الطبيعي. طيب لو الموضوع زاد شويه في بقى تسميات تانية، في كلمة سايد افكت، في حاجة اسمها اوفر دوز، في حاجة اسمها توكسيستي. حقيقة يعني فكرة السايد افكت والاوفر دوز تقريبا احنا بنتعامل معاهم ايه؟ بنفس المنطق. يعني لما تيجي تسمع مني سايد افكت هو كاني بتكلم على اوفر دوز، هو كاني بتكلم على ادفيرس دراج رياكشن، يعني مفيش اختلافات كتيره قوي. الحاجه اللي بتهمني هنا كلمه انتولرنس، هي دي اللي ممكن تبقى تلخبطني، لكن محدش يتلخبط. انتولرنس دي درجه من درجات الايه؟ تايب ايه، اللي هو برضو دوز ايه؟ دوز ديبندنت. السايد افكت زي ما اتفقنا ده غالبا يبقى نتيجة الفارماكولوجيكال افكت بتاع الدواء. مثلا ساعات بنقول ان ده ممكن يبقى برايمري وساعات بيبقى سكندري. ايه الفرق بين برايمري وسكندري؟ برايمري يعني ايه؟ زي ما قلت من شوية،
دواء هو البرايمري اكشن بتاعه يعمل ايه في الضغط؟ يوطيه. يبقى لو وطى الضغط عمل هايبوتنشن، ده كده ايه؟ نتيجة الاكشن الطبيعي بتاع الدواء. لكن في مثل تاني، تعالوا نبص كده. كلنا بنسمع ان احنا لما نيجي ندي مريض مثلا عنده كانسر بديله حاجة سايتوتوكسيك. السايد افكت بتاع السايتوتوكسيك بيعمل ايه في الوايت ديزيز؟ ها؟ بيقللها. ده كده ده برايمري اكشن بتاعه، هو طبيعته كده انه بيموت الخلايا، صح؟ طب افرض بقى العيان بتاعي ده جاله انفكشن، هو الدواء بتاعك بيعمل انفكشن؟ لا، هو عمل ايه؟ هو قلل الوايت بي سيز، فبالتالي العيان بقى مور برون ان يجيله انفكشن. مثال تاني، لما بنيجي ناخد انتي بايوتيك بنشوف كده في بعض الاطفال ان بعد ما ياخد انتي بايوتيك بتلاقي لسانه بقى ايه؟ ابيض. ليه؟ مش لازم اطفال يعني، ها؟ ليه لسانه بيبقى ابيض؟ ها؟ ده بيبقى ايه؟ اوفر جروس للفنجس. طب ايه علاقة ده بالانتي بايوتيك؟ انتي بايوتيك عمل ايه؟ انتي بايوتيك وظيفته انه يموت البكتيريا، صح؟ موت البكتيريا هنا، جميل، خلاص هو عمل اللي عليه. يحصل ايه في الفنجس بقى؟ يحصل لها ايه الفنجس دي؟ نتيجة ان انت موتت الاورجانيزم او البكتيريا، فالفنجس تبدا يحصل لها اوفر جروس، فتقوم عاملة سكندري انفكشن من الفنجس. قولها تاني، ايه البرايمري اكشن بتاع الانتي بايوتيك؟ هو اسمه انتي فانجل ولا انتي بكتيريا؟ يبقى البرايمري اكشن بتاعه ايه؟ انتي بكتيريا، هو موت البكتيريا، يبقى ده برايمري اكشن. نتيجة انه موت البكتيريا حصل ايه في الفانجس؟ بدأ يحصل الفانجس ده اوفر جروث، بدا يزيد، فراح داخل العيان في سكندري انفكشن اللي هو بنسميه كانديدا. طبعا فكرة بقى سايد افكت، فكرة بعد كده اوفر دوز، دي كلهم هنشوفها مع بعض، مش فارق معايا امثلة، لكن دي هنشوفها. طبعا توكسيستي تبقى توكسيستي، ايه شرط التوكسيستي بقى؟ ها؟ انك انت مدي دوز ايه؟ يعني لو انا بتكلم على دوز رينج من 5 لـ20، انت قول ان دي ده توكسيك افكت. لا، انت لو عديت بقى الثيرابيتك دوز وابتدى يداك افكت، يبقى هو ده اسمه توكسيستي، ودي حاجه مش المفروض ان انا اخش فيها في الفارماكولوجي، ده اسمه توكسيكولوجي، ده هنا دخلنا فيه دوز اعلى قوي من الطبيعي. من ضمن الحاجات في دواء مشهور قوي كلنا بنستعمله، اما بتجيلكوا صداع بتاخدوا ايه؟ ها؟ بنادول، صح؟ بنادول ده ايه المادة اللي فيه؟ مادة اسمها باراسيتامول. طب الباراسيتامول دي توكسيك؟ طالما بتستعملها وزن ثيرابيتك دوز مفيش فيها أي مشكلة. طب لو واحد فكر ينتحر بالباراسيتامول راح عامل ايه؟ واخد ايه؟ راح واخد علبتين أو علبة شريطين مرة واحدة، هيجيله ايه؟ هيجيله هيباتوتوكسيستي، هيخش فيه هيباتيك فيلير. هو ده طبيعي ان الباراسيتامول يعمل هيباتيك فيلير ولا ده توكسيك دوز؟ دي توكسيك دوز. فطبعا هنا ما اقدرش اقول ان من ضمن الفارماكولوجيكال افكت بتاع الباراسيتامول انه يعمل ايه؟ هيباتو ايه؟ هيباتوكسيستي. لا، ده مش فارماكولوجيكال اكشن خالص، ده انت مدي دوز عاليه قوي ممكن تعمل كده. برضو من الحاجات الغريبة، كلنا عارفين الاسبرين مثلا، الاسبرين ده المفروض بيعمل ايه في الحرارة؟ ده بيقلل الحرارة. عارفين في الاوفر دوز توكسيستي من الاسبرين بيحصل ايه في الحرارة؟ بيحصل حاجة اسمها هايبرثيرميا. اسبرين دي حاجة ما اقدرش احطها في الفارماكولوجيكال اكشن، بيعمل حاجة تانية في التوكسيك دوز. يبقى لما نيجي نقول تايب ايه، اهم كلام في تايب ايه، تايب ايه معناها ايه؟ ها؟ معناها ان هو اوجمنتد. يعني ايه اوجمنتد؟ كل ما هزود الدوز كل ما هي ايه
ما السايد افكت هيبان اكتر. دوز ديبندنت معناها ايه؟ زي ما قلت هتزود الدوز الادفرس افكت هيزيد. اوعوا تنسوا كلمه بريدكتبل. بريدكتبل معناها ايه؟ ها؟ متوقع. ده غالبا اكستنشن للفارماكولوجيكال اكشن بتاع الدواء. دواء وظيفته يوطي السكر في الدم. لما اجي اقول لك اول ادفرس افكت فيه هايبوغلايسيميا، منطقي جدا لان ده هو الدواء اصلا بيوطي السكر في الدم. ما تنسوش انه كلمه انتوليرانس هي برضه بيلونج لتايب ايه، بس هنا بقى بيبقى الادفرس افكت ايه؟ ها؟ بيبان في دوز ايه؟ دوز اقل. ودي خليكوا فاكرينها لما تيجي تعالج حاجه كرونيك كولد كيس. خليك ايه؟ خليك حنين، بلاش العنف ده. في ناس بتبقى كل همه ان العيان يتبسط، اديته علاج فالعيان خف. خليك منطقي وانت بتستعمل الدواء بتاعك. ده اسمه تايب A. في اي استفسار قبل اخش في تايب B؟ البريدكتبل هو نفسه البرايمري سايد افكت. ما هو البريدكتبل ده يا اما البرايمري افكت بتاع الدواء يا اما برضه ايه؟ سكندري. وانت لما بيحصل انت متوقعاه ولا مش متوقعاه؟ يعني زي ما قلت انت اديتي دواء سايتوتوكسيك عمل ايه؟ انت عارفه انه هيعمل، انت عارفه ان انا لما اجي اقرر ادي سايتوتوكسيك دراج سكند دوز قبل ما بدي السكند دوز بعمل ايه؟ بقيس الواي بي سي. يبقى انت متوقع انه يقلل الوايت بي سيز ولا لا؟ ده كده متوقع. لما قلل الوايت بي سيز دخل في ايه؟ دخل في انفكشن. يبقى هو الانفكشن مش هو بيعمل كده، هو لانه عمل حاجه انا متوقعها وراح مدخلني في حاجه ثانيه. لكن دي حاجه مش غريبه على السايتوتوكس. ها؟ في اي استفسار؟ يبقى ده بالنسبه للتايب ايه، وده معظم الدواء بتاعه. هنيجي بعد كده لتايب بي. تايب بي ده بقى كده بنسميه ايه؟ بي دي بنسميه بيزار شيء. بيزار يعني ايه؟ بيزار يعني ايه؟ حاجة ايه؟ حاجة ملخبطة، حاجة انا مش عارفها، حاجة أنا مش متوقعة إنها تحصل مع المريض. تايب بي أول شرط فيه إنه unpredictable. دي حاجة غير متوقعة بتحصل، وهقول أمثلتها إيه. كمان بيبقى دوز independent، ملوش علاقة بالدوز. زي ايه كده؟ حاجة زي ايه؟ هنا هيبقى عندنا في نوعين. في النوع اللي هو بنسميه الهايبر سنسيتيفيتي او الالرجي للدواء، وفي حاجة اسمها ايديو سينكراتيك. هنعرف يعني ايه الكلام. هايبر سنسيتيفيتي يعني ايه؟ حساسيه من الدواء. هو اللي عنده حساسيه من الدواء، انت جالك 100 عيان وبتديهم نفس الدواء كلهم هيجيهم حساسيه؟ لا. طيب اللي جاله حساسيه من دواء اخذ مثلا اول مره فنديله مثلا دوز 10 يونت، هل اقدر اديله 5 يونت من الدواء؟ اللي جاله حساسيه من دواء اي دوز تانية هياخدها هيخش في ايه؟ هيخش في هايبر سنسيتيفيتي. يبقى هنا دوز ديبندنت ولا دوز اندبندنت؟ اندبندنت. كلمه ايديوسينكراتيك ده بيبقى نتيجة جين ديفكت
او جين ابنورماليتي في العيان. هقول لكم مثلا دلوقتي عليه، وبعدين في النص الثاني من المحاضره هناخد امثله كتيره عن النوع ده. اكيد سمعتوا في البايوكيمستري عن الفافيزم، صح؟ ايه الفافيزم ده؟ انيميا الفول. دي بتقول لك ايه؟ اللي بياكل فول بيحصل له ايه؟ بيحصل له هيموليسيس، صح؟ هو العيب في الفول؟ امال العيب في مين؟ في العيان نفسه. العيان ده عنده جين ديفكت مخليه لما ياكل الفول يحصل له هيموليسيس. طب انا لما بيجي لي بقى مثلا ناس كتيره، في بعض الادويه بتشبه الفول، في ادويه زي الاسبرين زي السلفا، في حاجات كتيره بتشبه الفول، والعيان اللي بيبقى عنده اللي هو الفافيزم ده بحذره من بعض الادويه عشان ممكن تعمل له زي الفول بالظبط. هنا العيب مش في الدواء، العيب في مين؟ العيب في المريض. عنده حاجه في الجينات بتاعته، ها، تخليه ايه؟ لما ياخد الدواء ده يخش مني في ادفيرس افكت. انت متاكد ان كل الناس دي هيحصل لها نفس الادفيرس افكت؟ لا، انا ما اعرفش مين اللي هيحصل. مرض الفول ده، انيميا الفول ده، في حاجه هنا لو تخيلتوا خدتوا بالكم منها، ان انتوا عارفين هو بيجي كومن اكتر ميل ولا في ميل؟ هو كومن، لكن مش بس ميل، هو كومن في الميل. عشان كده لما بيجي حد هنا بيتولد طفل صغير ميل، بيبقوا حريصين قوي لما يجي ياكلوه ايه؟ فول. يعني في عندنا هنا تراديشن كده بيحصل، تلاقي الناس الكبار قوي يقول لك لما يبقى لسه الولد مولود وعايز تاكله فول خليك حريص، خصوصا لو كان ولد، فيعملوا ايه؟ يدوله ايه؟ ميه فول كتست علشان يطمن ان هو ما عندوش ايه؟ ما عندوش انيميا الفول. طيب يبقى ده اسمه ايديوسينكراتيك. هناخد امثله كتيره بعد كده في النص الثاني من المحاضره. يبقى لما اجي اقول تايب بي، زي ما انتم شايفين الاثنين دول مشتركين في حاجه ولا لا؟ الاثنين دوز ايه؟ اندبندنت. الراجل اللي عنده انيميا الفول ده لو اخد حبه قد كده زي حبه ايه؟ حبه كبيره، مش هتفرق. الهايبر سنستيفجي نفس الكلام، قلنا انبريدكتبل انبريدكتبل، مش معارف مين اللي هيحصل له ده. في فرق جوهري بينهم. في فرق جوهري. حد ممكن ياخد باله منه؟ طيب هي الهايبر سنسيفيتي دي بتحصل ازاي؟ مش انا المفروض بدي دواء اللي هو بيشتغل از ايه؟ از انتيجين، صح؟ الانتيجين ده بيكون ايه؟ بيكون انتي بوديز. مع السكند اكسبوجر للانتيجين يجي ياخد الانتيجين مره كمان، يلاقي الانتي بوديز موجوده، يخش فيه هايبر سنسيتيفيتي، صح كده؟ طب الايديوسينكراتيك ممكن تحصل من اول ايه؟ من اول دوز. يبقى في فرق جوهري بين الاثنين، ان الهايبر سنسيتيفيتي نيفر تحصل الا من على الاقل ايه؟ السكند اكسبوجر للدواء. لكن الايديوسينكراتيك ممكن تحصل من الفيرست اكسبوجر. بتسمعوا كلمه يقول لك ايه؟ العيان عنده حساسيه من بنسلين. يقول لك يا عم انت خايف ليه؟ ما هو خده قبل كده كتير. الكلمه دي صح ولا غلط؟ غلط. انتوا عارفين مين اللي ما خافش عليه 100%؟ اللي عمره ما خد بنسلين قبل كده حد يقوله وانا مطمن. لكن اللي خد بنسلين قبل كده ساعات بيبقى زي ما انتم معرفش، يعني هتعرفوا الكلام ده، انه ساعات بيبقى ايه؟ كل جرعه بتديها بتعمل حاجه اسمها بيلدنج انتي بوديز، بتبني شويه انتي بوديز لحد ما يوصل لايه؟ للثريشولد. اي اكسبوجر بعد كده يقوم داخل في الهايبر سنسيتيفيتي. ففكره انه خدوا كتير قبل كده وما حصلوش حاجه ده فكره مش صح. ده هو الهايبر سنسيتيفيتي ما تحصلش الا مع repeated exposure للدواء اللي انا بديه. ده اسمه تايب B.
تايب بي unpredictable dose independent وفي نوعين قلنا هايبر سنسيتيفيتي او ايديوسينكراتيك في فرق جوهري بينهم ما يتنسيش ها ده يحصل مع ريبيتد او على الاقل سكند اكسبوجر لكن الايديوسينكراتيك يحصل مع الفيرست اكسبوجر وهناخد عليه امثله بعد ما اخلص التايب دي في اي استفسار في تايب بي التايب اللي بعد كده اللي هو اسمه تايب سي تايب سي ده من هو سي اسمه كونتينيوس كونتينيوس بتاعني ايه عشان الادفرس افكت ده يحصل لازم ايه prolonged use of drug اي adverse effect اسمه continuous type ما يجيش من ايه ما يجيش من جرعه continuous use اشهر مثل ايه الدواء اللي كل الناس في مصر اول ما تكتبه له يترعب منه يقول لك اوعى لو مين كورتيزون بيعمل ايه درستوا اكيد الكورتيزون في الكوشنج والكلام بيعمل ايه دايابيتس هايبرتنشن ايديما اوستيوبوروزيس دايما انتوا دارسين هو ده يحصل من جرعه واحده لا ده كونتينوس يوز بس برضو عشان ابقى واضح 100% ساعات تدي كورتيزون شورت كورس للمريض لمدة مثلا أسبوع وتليه بعد كده دخل منك في ديابيتس طب دي هفسرها ازاي؟ أنا بقول كونتينيوس محتاج جرعات كبيرة والمدة ايه؟ مدة طويلة ازاي ممكن من جرعة كورتيزون في أسبوع يخش مني في ديابيتس؟ حد عنده تفسير؟ بالظبط كده هو العيان كان حاجة اسمها بري ديابيتك وهو بس الكورتيزون هو الايه؟ اللي هو بنسميه ايه باللغة العربية؟ هو هي دي الزلطه اللي راحت مدخلاه في ديابيتس لكن فكره ان يحصل ديابيتس من جرعه كورتيزون لا مفيش حاجه اسمها كده مفيش حاجه اسمها هايبرتنشن من جرعه كورتيزون فده اسمه كونتينوس يبقى الكونتينوس شرطه ايه ها prolonged exposure محتاج وقت يفضل العيان ماشي عليه علشان يخش في الادفرس افكت ده في اي استفسار في الكونتينيوس في النوع اللي بعد كده اللي هو الدي وده اسمه ديليد ديليد معناها ايه معناها العربي ديليد حاجه بتبان بس بتبان ايه بتبان متاخره دي ممكن يبقى من ضمنها في عندي حاجة اسمها ميوتاجينيستي في كارسينوجينيستي وفي حاجة اسمها تيراتوجينيستي ايه الكلام نمسك واحدة واحدة كده ميوتاجينيستي وكارسينوجينيستي حد يعرف الفرق بينهم بقول ده حاجة ميوتاجينيك ده حاجة كارسينوجينيك ايه الفرق؟ الكارسينوجينيك دي نوع اصلا ممكن نعتبرها نتيجة من انواع الميوتاجينيك لكن مش لازم كل الميوتيشنز اصلا يحصل عنها كارسينوجينيك اوكي ماشي موافق بنسبة كبيرة على اللي انت بتقوليه ده ها في فرق تاني جوهري ميوتاجينيك ولا كارسينوجينيك ها هو الميوتاجينيك بتسبب يخلل في جين معين مش شرط ان هي تؤدي لكانسر لكن الكارسينوجينيك هي ممكن بتسبب يعني بتدي سبب ان يحصل كانسر ها قربنا حتى بس هسالكم هل الميوتاجينيستي انت بتشوفها ولا دي حاجه جوه الايه جوه الجين بتاع الدي ان ايه صح
أما لما تقول كارسينوجينيك ده عمل إيه؟ ده عمل كانسر وشفته بعينيك. يبقى في فرق بين الاثنين. في أدوية عندنا ميوتاجينيك زي ما أنت قلتي بالظبط. مش شرط إن كل الكارسينوجينيستي تبقى يعني مش شرط إن ده يؤدي لده. ممكن يحصل ميوتاجينيستي وما يحصلش إيه؟ ما يحصلش كانسر. لأن الكانسر عشان يحصل محتاج حاجة اسمها دبل هيت ثيوري، دي قضية كبيرة تانية. يبقى ده اسمه ميوتاجينيستي وده اسمه كارسينوجينيستي. كويس. وفي حاجه اسمها تيراتوجينيستي. تيراتوس يعني ها تيراتوس. شفتوا فيلم بيوتي اند ذا بيست؟ اه طبعا. ها تيراتوس يعني ايه؟ يعني مونستر، يعني تشوه. كلمه تيراتوجينيستي بتعني فيتال مال فورميشن، نتيجة ايه؟ نتيجة دواء اتاخد غالبا في انهي جزء من الحمل؟ فاول ثلاث اشمعنى اول ثلاث شهور؟ مش عشان بلاسنتال بارير، هو دي الفترة اللي بيتكون فيها الاورجانز، دي اللي هي الاورجانوجينيسيس بتتم في الوقت ده. فده اسمه تيراتوجينيستي. يبقى التيراتوجينيستي فيتال مالفورميشن. يبقى في عندي ديليت اللي هو زي الميوتاجينيست، كارسينوجينيستي، تيراتوجينيستي. طب عايز حد يبص كده ويقول لي هو ايه الفرق بين كونتينيوس وديليت؟ ها الديليت ممكن يحصل مع دوز واحد. يعني ايه؟ يعني واحدة وهي حامل في اول ثلاث شهور اخذت الدواء ايه؟ جرعة واحدة وبس، عمل لها تيراتوجينيستي. لكن لما اقول كونتينيوس ها لازم كونتينيوس يوز، prolonged يوز، يقعد فترة طويلة يستعمله. نفس الفكرة مع الميوتاجينيستي والكارسينوجينيستي، ممكن one exposure بس يبان بعد سنين طويلة او يبان بعد 7-8 شهور لما تيجي تولد يبان الادفرس افكت ده. فده اسمه اللي هو الديلي تايب. طبعا فكرة التيراتوجينيستي ها دي بقى حاجة يعني حد فيكم عنده فكرة احنا خدنا بالنا منها امتى؟ في كده حصلت كارثة في التاريخ، الناس كلها بعد كده ابتدى بقى في علم اللي هو التيراتوجينيستي. كان في كارثه حصلت كده في الستينات. لا لا مفاعل نووي، دي كارثه، دي حاجه حلوه. المفاعل النووي ده حلو قوي جميل. ها في حاجه لو حد فيكو في دواء ايوه اتولدوا ازاي بقى كل ايوه كان عندهم ايه حاجه اسمها فوكوميليا. عارفين يعني ايه فوكوميليا؟ ان هو نازل بدون اطراف. ده كان دواء مشهور وده كان في الستينات، كان نازل دواء هو بيستعمل كحاجه مهدئ وانتي اميتك للستات الحوامل، وجم في المانيا استعملوه كتير قوي. بصوا لقوا ان في نسبه كبيره جدا من الاطفال اللي اتولدت كان عندهم اللي هو الفوكوميليا دي. فوكوميليا اللي هو بدون اطراف. ومن هنا ابتدى علم التيراتوجينيستي. ابتدينا ناخد بالنا ان في حاجه اسمها التيراتوجينيستي، وابتدينا بتواجهنا مشكله كبيره قوي في التيراتوجينيستي. انتوا عارفين ان انا اي دواء عبال ما اجربه ممكن اعمل كلينيكال ترايل. عارفين يعني ايه كلينيكال ترايل؟ بجيب عيانين واجرب فيهم الدواء، صح؟ طب انا حسبت ازاي التيراتوجينيستي؟ هل اقدر اجيب ستات حوامل واديها الدواء الجديد واقول يا ترى هيعمل ولا مش هيعمل؟ هل ده من حقي؟ ده اعدام حضرتك. مفيش اي حاجه في الدنيا هتوافق لك على كده. امال احنا بنجيب معلوماتنا منين بقى؟ كده واحدة كانتش تعرف انها حامل وخدت دواء وظهر منه تيراتوجينيستي، خلاص ببدأ اسجل الحالة دي واقول بنعمل
بيعملوا على الاكسبيرمنت، بيعملوا على الانيمال، بس برضو الانيمال ما يقدرش ايه، ما يقدرش يديني فكره واضحه عن ان هو تلاتوجينيك ولا لا. دي مشكله كبيره بتواجهنا. فاحنا كل معلوماتنا بنقول ايه، بنقول انه يا جماعه خدوا بالكم، ويفضل في اول 3 شهور ما تديش ايه، ما تديش اي دواء. لحد النهارده، وده غالبا هيتغير على سنه 2020، كل اللي انا بقوله ده هيتغير، بس ستيل لحد النهارده هيواجهكم. الادويه بتتقسم الى كلاسز A B C D E X. دي حاجات موجوده لحد دلوقتي. يعني تقول ان الدواء ده كلاس A تلاتوجينيستي. كلاس A يعني ايه؟ كلاس A يعني فيري سيف، مفيش فيه اي مشكله خالص، اي واحده حامل تقدر تاخده. طبعا واضح ان كلاس X، ها X يعني ايه؟ يعني كونترا انديكيتد، ممنوع ان واحده حامل تاخده. وانت نازل بقى يبقى ايه؟ يعني كلاس بي، في ريسك بس ممكن استعمله، في ريسك اعلى بس ممكن تستعمله. فهي دي كلاسز لحد النهارده ماشيه. 2020 الكلام ده هيتشال وهيتحط كلاسيفيكيشن جديده، هيبقى ساعتها بقى يحلها ربنا ان شاء الله. حد يقول لي بقى، حد فيكم يعرف دواء كلاس ايه؟ ها؟ بنادول. بنادول، عارفه البنادول كلاس كام؟ تفتكري كام؟ كان بي بقى سي. ها؟ حد يعرف كلاس ايه؟ ايوه ثيرويد. ثيرويد هرمون ده بيتاخد، لو واحده عندها هايبوثيرويديزم لازم اديها ثيروكسين. طب بلاش، ما عندهاش مرض معين. في دواء دلوقتي بقى منتشر قوي، وخصوصا انتوا عارفين النت بقى معرف الناس كل حاجه. في حاجه اول ما البنت بتتجوز وتبقى تفكر انها تبقى حامل، بتبدا تاخد ايه؟ فوليك اسيد. فوليك اسيد ممكن يبقى كلاس ايه. عندي حاجه تانية غير كلاس في دي؟ لا، مش ولا حاجه تانية كلاس ايه. كلاس بي بقى وسي وان كل ده. كمان عايز اقول لكم حاجه مهمه قوي، انتوا متوقعين ان كلاس اكس يبقى فيها الادويه زي ايه؟ ها؟ زي بتاعت كانسر، صح؟ دي سايتوتوكسيك، دي حاجه ريسه للسل، مظبوط؟ وكنا فعلا بنتحط كده. عشان ما تتفاجئوش، حاليا دلوقتي بيبقى في حالات بستعمل فيها السايتوتوكسيك دراج وهي حامل. انتوا طبعا برقتوا. حد يقول لي ليه؟ ده مش لوكال، ده سيستميك. هو القضية كلها يا جماعة في الفارماكولوجي دي هتسمعوها كتير قوي، خليها في دماغكم. ايه القضية؟ انت لما بتيجي تكتب دواء بتشوف ايه؟ بتشوف حاجتين، بتشوف البنفيتس اللي هتاخدها، وبتشوف الريسك اللي هتاخده. اوكي؟ لو واحدة حامل، ها، وعندها كانسر بريست، وابتدى هو في جريد عالية، وممكن لو سبته الخمس شهور دي لحد ما تخلص حمل هيكون عمل ميتاستاسيز وتكون ماتت. ايه قراركم؟ اضحي بالام والجنين طبعا. ها؟ هنا القرار هيبقى ايه؟ هسيبها تموت؟ ما هي لو ماتت هتموت هي والجنين. هنا بقى في عندي ريسك كبير قوي. انا خايف من حاجه تحصل في الجنين، بس في الاخر انا مضطر اعمل ايه؟ مضطر استعمل. هو ده فكره الميديسن، ان انت طول الوقت بتشوف وانت بتيجي تكتب اي دراج بتفكر الريسك والبنفيت. مفيش حاجه اسمها انه رولز ادي، لا، لازم تاخد بالك من النقط. انا بقول الكلام ده علشان مش عايزكم تبقوا كلوز مايند. يعني مفيش حاجه اسمها انه كلاس اكس، لا ده اوعى تقرب، مفيش حاجه اسمها كده. انا ممكن اقرب منه يعني عادي خالص، بس طبعا مش بالايه؟
مش بالسهوله اللي احنا متخيلينها دي. فبالتالي خدوا بالكم من فكره التراتوجينيك. هتلاقي بقى في ادويه كتيره تراتوجينيك، كل واحده منها لحد النهارده متقسمه كلاسز، اقدر اديها ولا ما اقدرش اديها. هرجع لفكره الريسك بينفيت، دي حاجه مهمه قوي موجوده عندي. اوكي، مش هخش في تفاصيل اكتر من كده، لكن عشان تبقوا فاهمين الدنيا. يبقى لما اقول ديليد، ها الفرق بين ديليد وكونتينوس؟ ديليد ايه؟ ممكن يبقى سنجل اكسبوجر بس بيبان بعد فتره طويله من التعاطي بتاع الدواء. نيجي بقى لاخر نوع، وده بيبقى اختصار اند اوف دوز. يعني ايه اند اوف دوز؟ في ادويه طول ما العيان ماشي عليها مفيش ادفرس افكت. امتى يبان الادفرس افكت؟ لما يوقفها صدمه، لما تقف فجاه يبان الادفرس افكت. طول ما هو ماشي مفيش حاجه خالص. يبتدي بيحصل هنا حاجه اسمها withdrawal. انت سحبت الدواء فدخل العيان في ادفرس افكت. في مثل مشهور، ها الادكت، صح؟ الناس طول ما هو بياخد الدواء مفيش فيه اي مشكله. امتى يبان الويزدرول؟ لو ايه؟ لو وقفه فجاه. في عندنا ادويه تانية، اكيد سمعتوا عن الكورتيزول. هل الكورتيزول لما بتديه تقدر توقفه فجاه؟ ليه؟ خلينا نفتكر مع بعض. لو انا عندي ادي الهايبوثالاموس، ادي البيتيوتري، وادي الادرينال كورتكس، بيحصل ايه؟ الهايبوثالاموس بيطلع اللي هو الكورتيكوتروبين ريليزنج فاكتور، اللي هو يطلع من البيتيوتري الاي سي تي اتش، اللي هو هيطلع من الادرينال كورتكس الكورتيزول. اول ما الكورتيزول يطلع بيحصل ايه؟ يحصل حاجه اسمها نيجاتيف فيدباك، اهو يقوم موقف الهايبوثالاموس والبيتيوتري، خلاص وقف. لو العيان ماشي على كورتيزول فتره طويله هيبقى ده شكل العيان. انت بتديله كورتيزول من بره والهايبوثالاموس والبيتيوتري نتيجه الكرونيك يوز حصل لهم ايه؟ خلاص وقفوا خالص. جيت وقفت فجأة الكورتيزون. الكورتيزون essential for life. مفيش حد يقدر يعيش من غيره. يبقى انت لا بتدي العيان كورتيزون ولا هو جسمه بايه؟ ولا جسمه بيطلع كورتيزون. فيخش في حاجة اسمها اديسونيان كرايسيس او اكيوت ادرينال انسفشنسي. وان هنا جت فكرة لما تدي كورتيزون وتحاول توقفه، توقفه ازاي؟ جرادوال. طيب في عندنا ادويه تانية، لما اجي ادي المريض بتاعي بيتا بلوكر، بصوا كده عشان نفتكر حاجه مع بعض. لو تخيلت ادي البيتا ريسبتور اللي في الهارت اهي، وادي النور ابينفرين بتاعي، ده النور ابينفرين موجود، وانا حابب ادي العيان بتاعي بيتا بلوكر، هتعمل ايه البيتا بلوكر؟ ها هتقفل مين؟ هتقفل الريسبتور اهي. فاكرين مع الكرونيك يوز اوف انتاجونست بيحصل ايه في الريسبتور؟ جسم بيعاكس، ها انتاجونس، يبقى يعمل ايه؟ هيعمل ابريفيوليشن. يعني العيان ده بعد فتره من استعمال البيتا بلوكر بقى شكله كده اهو. دول مقفولين وادي النور ابينفرين موجود، لكن فده يحصل ايه في الريسبتور؟ ها فده عدد الريسبتور بيزيد، بقى منظره كده. هتعمل ايه في العيان ده؟
العيان ده ممكن بعد فتره من استعمال البيتا بلوكر ابقى محتاج اعمل ايه في الدوز؟ هبقى ازود الدوز. لكن تعالى بقى هنا وقف فجاه. النور ابنفرين موجود ولا مش موجود؟ موجود. وعدد الريسبتور ايه؟ زايد قوي. هيبقى شغل النور ابنفرين طبيعي ولا اكتر من الطبيعي؟ اكتر من الطبيعي. فيعمل ايه في الهارت ريت؟ سيفير تاكيكارديا. يخش العيان مني في ايه؟ في انفارشن. يبقى لو عيان بتاعك ماشي على بيتا بلوكر فتره وجيت عايز توقف البيتا بلوكر، من الادويه اللي تقف ايه برضو؟ تقف ها؟ جراديوال، ما تقفش مره واحده. وعلى فكره الكلام ده بنشوفه فعلا. بنشوف يبقى عيان جاي بسيفير تاكيكارديا وكل مشكلته بس انه يقول لك ايه؟ اصل انا ماشي على بيتا بلوكر وبقالي ثلاث ايام ماليش مزاج اخده. بس ده بيحصل على فكره. يقول لك عشان مش عارف ضربات قلبي سريعه ليه؟ وده فعلا بنشوفه مظبوط. فناخد بالنا ده من ضمن الادويه اللي ما توقفش فجاه. كمان من ضمن الادويه اللي ما توقفش فجاه، ده برضو هتسمعوه. اللي هو حاجه اسمها كلونيدين. سمعتوا عن الكلونيدين؟ ما سمعتوش. ايه الكلونيدين ده؟ لو تخيلنا ده سمباثيتك وادي نور ابينفرين وادي بلاد فيسلز اهو. البلاد فيسلز دي غالبا بيبقى عليها الفا 1 ريسبتور اللي هي لما بتشتغل بتعمل فازو كونستريكشن. ماشي؟ طيب المفروض في جسمنا في هنا حاجة اسمها الفا 2 ريسبتور، بس خد بالكم موجودة فين؟ هي موجودة كده، ادي السينابس اهو موجودة ايه؟ بري سينابتك صح؟ الالفا 2 دي وظيفتها ايه؟ الفا 2 دي وظيفتها انا بحب اسميها الفرامل بتاعت السمباثيتك. يعني ايه فرامل السمباثيتك؟ يعني انها بتحاول تعمل ايه في السمباثيتك؟ بتحاول تقلله. دي وظيفتها انها تمنع الريليس بتاع النور ابينفرين. يعني لو انت شغلت الالفا 2 ها ديت اجونست للالفا 2 هتعمل ايه في ضغط العيان؟ ها بصوا كده هقلل ضغط العيان ليه؟ الفا 2 اجونست هي لما بتشتغل بتعمل ايه في الريليس؟ بتقلله. فانت لو شغلتها بدواء هتمنع الريليس في نور ابينفرين ها فيحصل فازو ايه؟ دايلاتيشن، فالضغط ايه؟ يقل. يعني الكلونيدين ده دواء الفا 2 اجونست. الفا 2 اجونست يبقى هيعمل ايه في الضغط؟ ها؟ هيقلله. ده هيستعمل في ايه؟ في الهايبرتنشن. انت جيت لعيان ممشيه على كلونيدين لفتره، انت طول الوقت عامل ايه في الريليس بتاع النور ابينفرين؟ ها انت ماسكه صح، وجيت فجاه رحت موقف، هيحصل ايه في الريليس؟ هيزيد بكميه كبيره قوي، فيخش العيان في ايه؟ هايبرتنسيف كرايسيس. يبقى ده من ضمن الأدوية برضو اللي ما توقفش فجأة. طيب حد بقى سؤال عليه جايزة قلطاية. عيان ده عالجه ازاي؟ لو جالك عيان واخد جاي لك وانت شايفه ان هو كان ماشي على كلونيدين ووقفه فجأة ها؟ ودخل مني في ايه؟ هايبرتنسيف كرايسيس. يعني دواء بديه لعلاج هايبرتنشن ولما وقف فجأة حصل ايه في الضغط؟ عالي قوي، تعالجه ازاي؟ انت يا خليجة على جنب فكروا نفكر ها؟ اعمل ايه؟ اعالجه ازاي؟ الفا 1 انتاجونست، فكر؟ ما عنديش الفا 1 انتاجونست. ها؟ اديله كلونيدين بجرعة زيادة. هو فين؟
موافقين؟ صح على فكرة. هو حصل له هايبرتنشن ليه؟ انت بس واضح ان هم يعني مش عايزين يوافقوك. حصل له هايبرتنشن ليه؟ مش انت عشان وقفت الدواء اللي هو كان شغال على الالفا 2 صح؟ العيان دخل في سيفير هايبرتنشن. فزي ما قلت انت ممكن اديله الفا 1 بلوكر او ارجع تاني مين؟ ادي تاني الكلونيدين كالفا 2 اجونيست. هو ده الحل اللي لو قدامي ممكن اعمله. يبقى فكره الاند اوف دوز ها معناها ايه بقى؟ معناها ان الادفرس افكت ما بيحصلش الا لما توقف الدواء. طول ما ماشي عليه ما بيحصلش. واتفقنا قلنا في امثله زي البيتا بلوكر زي الكلونيدين زي الكورتيزون زي الاوبيويد برضه حاجات زي الانتي كواجولانت ما توقفش فجاه. ممكن ادي الفا 1 بلوكر. انا مش معترض عليه والله انا وافقت عليه صح؟ وافقت. بس هو وفي حل تاني انك تدي الالفا 2 اجونست وفي حل كمان انك تدي الفا بلوكر وبيتا بلوكر يعني كل ده ممكن متاح عندك انك انت تفكري فيه. انا المفروض يبقى عندك كل الحلول المتاحه انك انت تقدري تعمليها. فدي ما عندكيش الفا 1 بلوكر هتدي تاني الكلونيدين فالاثنين يمشوا. قد ايه؟ ده فين ده؟ مفيش دواء ماسك اوكسايد. اوكسايد ده سكند ده ما بيقعدش ما بيشتغلش. ممكن بس هتدي فاز دايليتور ايه؟ خد بالك ان الباثولوجي هنا ايه؟ سادن هيوج ريليز اوف نور ابينفرين والفا 1 اشتغلت. فانت يعني يفضل انك تشتغل ايه؟ لو مش متاح ليك اوكي ما عنديش مشكله. انا مش معترض بس هو الافضل هنا هيبقى انك تشتغل على الحته دي بالذات. طيب قبل ما ناخد البريك يبقى خلينا بقى تو سمرايز الادفرس افكت. اتفقنا تايب ايه يا جماعه؟ ها اوجمنتد دوز. اوعوا تنسوا ان في حاجه اسمها انتولرنس. الانتولرنس دي بتحصل مع دوز قليله ولكن الانتولرنس دي شكل من اشكال برضو تايب ايه اللي هو ده نوع. واتفقنا ان تايب ايه ده غالبا ده هو اكستنشن للفارماكولوجيكال اكشن. اتفقنا تايب بي اختصار لايه؟ بيزار او بيبقى بريدكتبل ولا انبريدكتبل؟ انبريدكتبل. اتفقنا ان هو دوز اندبندنت وفي عندي منه تو سب تايبس اللي هو هايبر سنسيتيفيتي ايديوسينكراتيك. الفرق بينهم هايبر سنسيتيفيتي ما تحصلش الا مع ريبيتد اكسبوجر. ايديوسينكراتيك من اول جرعه تحصل. تايب سي قلنا كونتينيوس ده محتاج ايه؟ محتاج برولونجد يوز الدواء عشان يبان الادفرس افكت. تايب دي اللي هو ديلي ممكن جرعه واحده وتبان تاثيرها بعد فتره طويله اللي هي انكلود ميوتاجينيستي كارسينوجينيستي او تراتوجينيستي. واتكلمنا شويه على التراتوجينيستي وابتدينا نوسع تفكيرنا شويه عن الادويه والحامل ده يعني مع الوقت هنبدا نوسعه اكتر. طيب ايه اتفقنا ان هو ايه؟ اند اوف دوز او ما يحصلش الا مع الويذدرول اوف دراج. ده هنا بيبدا يبان الادفرس افكت. هاي اخر حاجه ساعات بنقولها في الادفرس افكت في حاجه اسمها اياتروجينيك. خدوا بالكم عشان ما تتلخبطوش. احنا من شويه اتكلمنا على مين؟ تراتوجينيك صح؟ تراتوس ده اللي هو فيتال مالفورميشن. ساعات في حاجه اسمها اياتروجينيك. لو قريتوها اياتروجينيك بتعني دراج انديوست او دكتور انديوست. حد يديني مثل من اللي انا قلته؟ ها؟ كورتيزون لو عمل ديابيتس ده هتسميه ايه؟ ها؟ اياتروجينيك ديابيتس. الكورتيزون لو عمل هو كوشنج هتسميه اياتروجينيك كوشنج. فده اسمه اياتروجينيك بنسميه دراج انديوست او دكتور انديوست. دواء انت اديته هو اللي عمل الادفرس افكت. في حاجه اسمها دراج ابيوز. يعني ايه دراج ابيوز؟ مثلا
دي فكرة انتي بيوتك دي فكرة جميلة جدا طبعا، ده ابيوز بشع، لكن يعني ده ليه اسم تاني بنسميه ميس يوز، لان الانتي بيوتك دي ادوية موجودة في السوق بس الناس بتستعملها ايه؟ خطأ، فده يمشي اكتر ميس يوز. ابيوز يعني ايه؟ ناس بتاخد دواء بدون اي سبب، ملوش اي انديكيشن انه ياخده، وهو اصلا مش دواء ومش مصرح باستعماله كدواء. ده مين؟ هو المدمن بياخد دواء يعني مكتوب له في الروشتة الكحول، مكتوب له في الروشتة مفيش، فده اسمه دراج ابيوز. هو هنا بيستعمل دواء ماليش اي ميديكال انديكيشن، وهو اصلا مش كاتيجورايزد از دراج وما بيتكتبش في روشتة، لكن بيستعمل. ساعات بنسمع كلمه دراج ابيوز، اللي انت قلتيه ده اللي هو انتي بايوتيك ويستعمل، ساعات بنفضل نسميه ميس يوز، لان الانتي بايوتيك اوريدي موجود في السوق. في ادويه كتير عندنا هتبصوا تلاقوا هتتفاجئوا هو نازل لانديكيشن معين وتلاقيه بيستعمل في انديكيشن تاني خالص، فده برضو من الحاجات اللي هو اسمها اللي هي الميس يوز. في اي استفسار؟ هناخد بريك 5 دقايق ونكمل بقى في الفارماكو دايناميك اللي هو هنتكلم عليه في الوقت ده، وهنتكلم على زي ما قلت لكم ان في حاجه اسمها الايديوسينكراتيك اللي هو بيبقى ايه جين ابنورماليتيز، وجبت سيره منه اللي هو قلنا مين كان مثل ليه اللي هو الفافيزم او اللي هو الجي 6 بي دي ديفيشنسي، ده مثل من الايديوسينكراتيك. في عندنا امثله تانية كتير من ضمنها مثلا في عندي دواء اسمه ساكسينايل كولين. الساكسينايل كولين ده دواء بيعمل ايه؟ ايه الفارماكولوجيكال اكشن بتاع الساكسينايل كولين؟ الساكسينايل كولين ده دواء بيعمل سكيليتال مسل باراليزي. ده الاكشن بتاعه، يعني انا بدي دواء عشان اعمل ايه في العضلات؟ اعمل شلل للعضلات. ده مين اللي بياخد دواء زي ده؟ في التخدير. يبقى ده دواء بيستعمل في التخدير. طيب تعالوا نشوف الساكسينايل كولين بيشتغل ازاي. الساكسينايل كولين اول ما بيخش على المصل يبقى في عندي هنا اللي هو نيكوتينيك ريسبتور ده على سكيليتال مصر، وزي ما اتفقنا هو اسمه ساكسينايل كولين، يعني يشبه مين؟ يشبه الاسيتايل بس حجمه ايه؟ اكبر شويه. فهو بيخش يمسك هنا على ال ان ام ريسبتور كويس. اما هيمسك الساكسينايل كولين هنا الجسم هيعتبره ايه؟ كانه اسيتايل كولين. انا بتكلم على الاكشن الطبيعي بتاعه. اول ما هيمسك هيعمل ايه في الريسبتور؟ هعتبره اجونست. ها مسك وشغل الريسبتور. اول ما يمسك ويشغل الريسبتور هيعمل ايه في المصل؟ ها هيعمل كونتراكشن. اهو كونتراكشن ده في المصل معناه ايه؟ حصل ازاي الكونتراكشن؟ مين الايون اللي مسؤول عن الكونتراكشن في المصل؟ كالسيوم. فالكالسيوم طلع اهو عمل كونتراكشن صح، وبعد ما عمل كونتراكشن المفروض ان الكالسيوم بايه بيخش تاني ويرجع، يعني الكالسيوم بيقعد يلف كده عشان يعمل لي كونتراكشن. طيب لكن احنا اتفقنا على حاجه، كلمة اجونست بتعني ايه؟ يمسك وايه؟ ويسيب. الساكسينايل كولين ده مسك ما سابش. اتفقنا ان هو اول ما هيشتغل هيبقى ايه؟ اجونست، وعمل ايه؟ وعمل كونتراكشن ما سابش. يتحول لايه؟ يتحول الى
انتاجونست. فيحصل ايه في المصل؟ يحصل ايه؟ مصل باراليسيس. معايا لحد كده؟ واضحه ولا مش واضحه؟ تاني، اول ما مسك هو الجسم افتكر واجونست، اول ما مسك في الريسبتور راح مشغل الريسبتور، راح كالسيوم طلع عمل لي كونتراكشن والكالسيوم رجع تاني. المفروض ان الدواء ده عشان يفضل اجونست ها يسيب ويرجع يمسك تاني زي ما اتفقنا، صح؟ هو مسك ما سابش، فتلقائيا يتحول لايه؟ لانتاجونست، اللي هو هيعمل مصل ايه؟ مصل باراليسيس. يبقى ده السيكونس بتاع الساكسينال كولين. اول ما تحقنه يعمل ايه في المصل؟ كونتراكشن، ها؟ وبعد كده الكونتراكشن يتحول لايه؟ لباراليسيس. وده اللي احنا متفقين ان انا ايه؟ ان انا عايزه، صح كده؟ مين هنا بيكسر الاسيتايل كولين في الحته دي؟ انزيم اسمه كولين استريز، بس الكولين استريز اللي موجود هنا نوعه ايه؟ اللي هو اسمه ترو تايب. في عندي نوعين من الكولين استريز، ده ترو تايب. امال في البلازما، في البلازما في حاجه اسمها سودو كولين استريز، والمفروض ان الساكسينايل كولين ما بيتكسرش بالترو، ما يقدرش الترو يكسره. امال مين اللي بيكسره؟ يجي لي البلازما كولين استريز ده من البلد، يفضل كده يجي ويقعد يكسر في الدواء، يكسر يكسر في الدواء لحد لما الدواء يتكسر وكده ساب الريسبتور. فيحصل ايه في المصل؟ ترجع تاني ايه؟ تشتغل تاني. ده شغل الساكسينايل كولين. يبقى تاني باختصار، اول ما بيخش بيعمل انيشال كونتراكشن فولود باي باراليسيس. طب مفعوله ينتهي امتى؟ لما مين يكسره؟ لما السودو، مش الترو، لما السودو يكسره. في الحالة دي مفعوله ينتهي والعيان يصحى تاني والعضلات ترجع تشتغل. ده كده حد ايه؟ طبيعي. مع الساكسينايل كولين ساعات بنشوف مصيبتين تقال قوي. نمرة واحد، عيان بتاعي جاي لي ما عندوش ده. ده حاجة جيناتيك ديس اوردر. مفيش الجين اللي بيكون السودو كولين استريس. هيحصل ايه؟ هيفضل الساكسينايل كولين على الريسبتور، صح؟ حتى هيكسره، يفضل عامل سكيليتال ماسل باراليسيس. هي اخطر سكيليتال ماسل لما تبقى بارالايزد، بتبقى مين؟ ريسبيراتوري. فيحصل حاجه اسمها ساكسينايل كولين أبنيا. طبعا عارفين يعني ايه أبنيا. أبنيا يعني نفسه ايه؟ نفسه وقف. هو ده من السنتر، ده نتيجة مصل ايه؟ مصل باراليسيس. يبقى ده idiosyncratic adverse effect من الساكسينايل كولين. في نوع تاني مش عارفين اشمعنى اللي بيحصل مع ساكس، مش عارفين. الساكسينال كولين قلنا اول ما بيخش بيطلع ايه؟ ها؟ كالسيوم، يعمل ايه؟ كونتراكشن، وبعدين الكالسيوم ايه؟ يخش تاني علشان ينتهي الكونتراكشن، ده طبيعي. في العيان ده مش عارفين ايه اللي حصل. الكالسيوم طلع، الجين او الكارير اللي مسؤول انه يدخله ما اشتغلش، مش عارفين ما اشتغلش ليه. ففضل الكالسيوم ايه؟ ها؟ موجود بره، يقعد يعمل ايه في المصل؟ كونتراكشن. لما تعمل كونتراكشن في كل الجسم يحصل ايه في حراره الجسم؟ تعلى، فيعمل لي حاجه اسمها مالجننت هايبرثيرميا. خدوا بالكم، مالجنانت هاي
ليه مالجنت؟ هو فعلا دي حاجة كانسر يعني؟ لا، دي هي الهايبر سيرمال. الحرارة بتوصل لكام؟ ل 42. وحرارة 42 يعني تموت ولا ما تموتش؟ من هنا جه الاسم اللي هو ايه؟ مالجنت هايبر سيرمال. يبقى السكسينايل كولين ساعات نيجي نديه في اوضه العمليات يحصل منه حاجه من اثنين، والاثنين ايه؟ ايديو سينكراتيك. يعني الاثنين دوز ديبندنت ولا دوز اندبندنت؟ بريدكتبل ولا ان بريدكتبل؟ يحصلوا مع انهي اكسبوجر؟ فيرست ولا سكند؟ من اول اكسبوجر يحصل. لو حصل له مالجنت هايبر سيرميا ده ايديو سينكراتيك، لو حصل له ساكسينايل كولين ابنيا ده ايديو سينكراتيك. طبعا كل واحد ليه علاج، بس بيخرج العيان ده من اوضه العمليات بكارت مكتوب له فيه ايه؟ ممنوع عمرك كله تستعمل ساكسينايل كولين. خلاص يفضل ماشي بالكارت ده، وده حقيقي بيحصل فعلا. لو دخل اوضه العمليات وخد ساكسينايل كولين ودخل في حاجه من الاثنين دول بيخرج بالكارت ده. نيفر عمرك كله انك تستعمل ساكسينايل كولين تاني. الابنية هتتصرف ازاي؟ تفتكر هتتصرف ازاي؟ هو اللي بيكسره مين؟ اللي فين؟ في البلاد. فتدي له ايه ممكن من ضمن الحلول بتاعتك؟ فريش بلاد، ده من ضمن الحلول. في حل تاني، الديفيشنسي ساعات ما بيبقاش 100%، بيبقى ايه؟ بيرسنت. فبتعملي ايه؟ تحطيه على جهاز تنفس صناعي لحد لما يختفي، بس بياخد وقت طويل قوي ان هو يختفي. يعني في حلول، ما تقلقيش. مالجنت هايبرثيرميا هعالجها ازاي؟ مين اللي مزود الحراره؟ طول ما ايه بره في كونتراكشن وفي حراره، كالسيوم. بندي دواء تفتكروا يعمل ايه في الكالسيوم؟ يكسر بس، فالعيان حرارته تنزل ويبقى طبيعي. انت هتنقذيه اول مره، بس بتبقى دي بتبقى ايمرجنسي جوه اوضه العمليات، وبالتالي ممنوع بقى منعا باتا انه ياخد تاني ساكسينايل كولين. لا لا ما بيحصلش. سؤالك ان انا هكتشف ده بدري. العيان ما بيحصلش ده الا لما ياخد ساكسينايل كولين. اشمعنى؟ محدش يعرف. عندها ماشي طبيعي جدا، مفيهوش حاجه خالص. اشمعنى الساكسينايل كولين؟ ده اللي احنا مش قادرين نفهمه قوي. ليه؟ يعني هو ده اللي بيعمل كده، مش اي حاجه. ها؟ ينفع عليه باستاكولين؟ مش هخش في تفاصيلها دلوقتي، خلينا لما نيجي هناخد مع بعض كولينرجيك، هتيجي سر. خلينا لما نيجي في الكولينرجيك، بس عشان ما اخرجش بره الموضوع. يبقى ادي اول حاجه. يبقى كده عرفنا كام مثل للايديوسينكراتيك. قلنا جي 6 بي دي بتاع اللي هو انيميا الفول، وادي الساكسينايل كولين بيحصل معاه حاجتين. ايه وايه؟ لما ساكسينايل كولين ابنيا وده نقص سودو كولين استريز، لاما بيحصل مالجنانت هايبرثيرميا في ديفكت في الكالسيوم ميتابوليزم جوه المصل، كالسيوم خرج عمل سيفير كونتراكشن دخل العيان في مالجنانت هايبرثيرميا. من ضمن الحاجات اللي هي الايديو سينكراتيك في حاجه اسمها اورفيريا. انا عارف ان انتوا عارفينها كويس قوي وحافظين، اكيد حفظتوا الرياكشن بتاع البورفيرين صح؟ انا ما اعرفوش منتهى الامانه كده، وما عنديش سند ان اضيع وقتي في حفظ حاجه ملهاش اي لازمه خالص، مش قضية. لكن هقول لكم ايه مشكلة البورفيريا. انتوا فاكرين ان انتوا درستوا في البورفيريا ان البورفيرين ميتابوليزم في عندي هنا انزيم، ده اللي بسميه الريت ليميتنج. ده انزيم اسمه ايه؟ الا سينستيز، صح كده؟ الالا سينستيز ده هو اللي بيخش بيكون لي بقى بورفيرين. يفضل يمشي في كام ستيب؟ ما
تعدش كتير قوي، ويقعد مش عارف اليورو بايلوم، مفيش داعي للاحرام يعني. يعني المهم بورفرين ميتابوليزم، وبيبدا بالالاسنستيز. وعندي هنا في النص بيبقى في انزايم، هنا في انزايم، هنا في انزايم، كل واحده من دول ليها ايه؟ ليها الانزايم الخاص بيها. اوكي؟ طيب العيان اللي جاي لي ده عنده مشكله في بعض الانزايم، مش كلها، بعض. خدوا بالكم في انهي انزايم، اللي بعد مين؟ اللي بعد الالا سنستيز. عنده مشكله ان الانزايم دي قليله. يعني ايه قليله؟ يعني هي يا دوبك على قد الحبه اللي بتقدر تحولهم. بمعنى ان انت لو زودت الحبه دول مش هيقدر يكسر. في بعض الادويه بتعمل ايه؟ حاجه زي مثلا الباربيتوريت. اتفقنا يا جماعه مش عايزين حفظ اسامي، يعني ما تركزوش قوي في الاسامي. اتفقنا انه في دواء مثلا زي الباربيتوريت. الباربيتوريت ده دواء بيستعمل، كان بيستعمل للتخدير وكده. الدواء ده بيعمل ايه؟ الدواء ده بيزود كميه الانزيم اللي هي الالاسنستيز، بيزود الانزيم ده، يزود الاكتيفيتي بتاعته. ايه يعني لما تزود الاكتيفيتي بتاعته؟ ها؟ هتبدا الستبس دي كميتها ايه؟ تزيد. طب وانت عندك حاجه تقدر تكسرها، واتفقنا ان الانزيمز هنا ايه؟ ليميتد، صح؟ تبدا السبستانس دي مش هتخلص منها، تبدا تخرج في الدم كميه كبيره. وما تخرج في الدم تنزل في اليورين وتطلع على البرين. من هنا جه الاسم، اسمها ايه؟ بورفيريا. بورفيريا يعني ايه؟ واحد من البورفيرين ميتابولايت نزل فين؟ في اليورين. مش دي القضيه خالص، ما ينزل في اليورين مش هيعمل لي اي مشكله. امال القضيه جت فين بقى؟ انها طلعت فين؟ طلعت على السي ان اس، تبتدي تعمل لي مشاكل في السي ان اس. يبقى العيان اللي انا عارف ان عنده ده هنصحه بايه؟ ما تاخدش ايه؟ ما تاخدش باربيتوريت. لان لو خدت باربيتوريت هيدخلك في اتاك من البورفيريا على طول. اوكي؟ فهمناها؟ واضحه كده؟ ازاي بتحصل؟ يعني الدواء اللي بتديه هو بيزود ده. المفروض ان كل ده بيزيد، كل السبستانس دي بتزيد، بس انا ما عنديش انزيم، انزيم عندي ليميتد ما اقدرش اكسرها، فتزيد في الدم وتدخلني في اكيوت اتاك من البورفيريا. واضحه؟ برضو من ضمن الاكزامبلز اللي عندنا، في عندنا جوه الليفر بيبقى فيه ميتابولايزنج انزايم، وبيبقى فيه عندنا حاجه زي الاسيتايليشن. ايه الاسيتايليشن ده؟ انك انت تحط على الدواء اسيتايل جروب. دي واحده من ضمن الطرق اللي بتعمل ايه في الدواء؟ بتنهي مفعوله. يعني لما تقول الدواء بقى اسيتايل دراج كده مفعوله ايه؟ انتهى. ده واحده من طرق انك انت تنهي مفعول الدواء. اكتشفنا ان معظم الناس يبقى في عندي نوعين من الناس. في ناس عندها الاسيتايليشن ده قليل، وفي ناس عندها الاسيتايليشن بروسيس كتيرة. يعني في كاتيجوري مننا كلنا احنا كده، في ناس عندها البروسيس دي قليلة قوي، وفي ناس عندها البروسيس دي كتيرة قوي. اوكي؟ تعالوا نتخيل مع بعض
في عندي ادويه حاجه مثلا زي الاي ان اتش اللي هو الايزوميازايد، حاجه زي مثلا بروكيناميد، ادويه بتتكسر بالاسيتايليشن. التفاعل الاسيتايليشن ده بيعمل ايه في الاكشن بتاع الدواء؟ بيعمل تيرمينيشن، مفعوله ينتهي. ها ادي الدواء ده للناس، تخيلوا كده ايه اللي هيحصل في كل جروب من دول. لو هو كان كمية الاستيليشن ايه؟ قليلة، ده هسميه سلو اسيتايليتر، صح ولا غلط؟ ليه سلو؟ كمية ايه؟ كمية قليلة، فده اسمه سلو. امال ده هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه رابيد. توقعوا ايه؟ توقعوا كده مع السلو، مع العيان اللي هو سلو اسيتايليتر، الاي ان اتش نفسه هيقعد مده طويله ولا مده قليله؟ هيقعد مده طويله. طب لو انا اديته في واحد بقى رابد، ها هيتكسر ايه؟ بسرعه، يبقى مفعوله قليل. ده اي ان اتش. واكتشفنا حاجه، اكتشفنا ان الناس اللي هي بيبقى سلو اسيتايليتر دول، معنى كده ان الاي ان اتش هيقعد في الجسم مده، ها قلت مده ايه؟ طويله. وده بيأثر على الأعصاب، بيعمل نيوروباثي. النيوروباثي ما بتجيش إلا معظمها بتيجي في الناس اللي هم إيه؟ سلو. ليه بتيجي في الناس السلو؟ لأن هو الـ INH هيقعد مدة طويلة في الجسم، وهو نفسه توكسيك للنيرف. الميتابولايت بتاعه توكسيك للليفر. يبقى تتوقع ان مين اللي ممكن يجي له هيباتوتوكسيستي من الاي ان اتش؟ الناس اللي هم ايه؟ رابيد اسيفايليتو. ده الجين. من الحاجات المهمه قوي بقى، سيبكم من المثل ده ضيق قوي، احنا ساعات بندي ادويه للعيانين. انتوا اكيد درستوا في البايو كيمستري فكره اللي هو السيتوكروم بي 450، وعرفتوا ان هو بقى ايه انواع، ها؟ ما بقاش نوع واحد. وده جينات ولا مش جينات؟ يعني ايه؟ يعني هاخد مثلا، انتوا درستوا ان في حاجه اسمها مثلا سيب اللي هو 3A4، او هناخد ده مع بعض من بكره ان شاء الله هنبدا في الكليات. لكن درستوا حاجه اسمها سيب 3A4 و2C9، عارفين الانواع دي ولا لا؟ المهم دي انواع من السيب انزايم. تخيلوا كده ان انت بتدي دواء بيتكسر بالسيب ده، ماشي؟ هل احنا كلنا عندنا نفس الاماونت بتاعت السيب انزايم ولا مختلفة؟ مختلفة. تتوقع ايه؟ هتلاقي بتدي دوز في 100 عيان، في منهم يستجيب للدوز دي، وفي منهم لو عنده السيب ده ايه؟ عالي قوي، محتاج تدي دوز ايه؟ اعلى. ده كمان ده ممكن يبقى في واحد كمية الانزايم دي قليلة قوي، لو اديت الدوز العادية ممكن تعمل له ايه؟ توكسيستي. يعني كل دي احتمالات بقت موجودة دلوقتي في انت. هديكم بقى فكرة اللي هو ساعات بتسمعوا عنها كده والناس مبهورة بيها، وفكرة ان الناس هتخترع دواء يموت الـ العرب. يعني بتسمعوا الكلام؟ ما سمعتوش الكلام ده؟ هي الفكرة كلها انت بتعتمد على انك انت ممكن تدي دواء. العب على السيب ده، ها؟ هفترض دلوقتي ان انا الجزء ده السيب، نوع معين من السيب انزيم اللي هو السيتوكروم بي 450 قليل قوي عنده، قليل قوي. احنا كده اهو، والناس دي النوع عنده ايه؟ نفس النوع ده عندها ايه؟ كتير. تعالى ادي بقى توكسن للناس دي. التوكسين مين اللي بيكسره؟ هو السيب. هيحصل لهم ايه؟ توكسيست. ليه؟ ليه؟ هو ما عندوش الانزيم اللي يكسر ده. فدي بقت نقطة مهمة. فكرة بس هيبقى الوصول ليها صعب، لان انا مش هقدر لكل عيان اعمل ايه؟ قبل ما اديله الدواء اشوف الماب بتاعته والجينز بتاعته شكلها ايه؟ دي حاجة صعبة جدا.
لكن عشان لما تتفاجئ ساعات تيجي تدي دواء العيان ما يشتغلش. ازاي ما هو شغال في كل الناس؟ اه معلش ما اشتغلش لانه عنده التكسير عالي قوي وتقعد تدي. ده بنشوفه فيري كومن ادويه الانتي كواجولانت اللي هو الوارفرين. سمعتوا عن الوارفرين؟ ساعات الوارفرين معظم الناس في الوارفرين بتمشي على 3 مللي جرام 5 مللي جرام يوم ما يعني تقول ده عالي قوي. تعرفين في بعض الناس بوصل معاها الكام وما بيشتغلش؟ بوصل معاها ال 25 مللي جرام وما بيشتغلش. كل ده اقدر احطه تحت بند ايه؟ جين ولا مش جين؟ تحت بند الجينات اللي هو اتفقنا اللي هو الايديو سينكراتيك. برضه من ضمن الحاجات ساعات اللي هي القطرات اللي فيها كورتيزون. ناس بتبقى خايفة قوي ان قطرة الكورتيزون بتعلي ضغط العين وبتعمل. برضو اكتشفنا ان ده جين. مش لازم يحصل في كل الناس يحصل معاهم نفس الادفرس ايفكت. يبقى احنا كده اتكلمنا على اللي هو نوع من تايب بي اللي هو اسمه ايه؟ ايديو سينكراتيك. والايديو سينكراتيك اهم حاجة فيه ان هو بعض الناس بيسميه جين ريليتد ادفرس افكت. محتاج في جين معين يبقى فيه خلل عشان يبان الادفرس افكت ده. واتفقنا ان هو بما انه بيلونج للتايب بي يبقى دوز اندبندنت بريدكتبل ان بريدكت. ما اقدرش اشخص كل الناس وبيحصل مع فيرست اكسبوجر. اوعى تنسى ده فرق جوهري بينه وبين الهايبرسنسيتيف. وخدنا امثله منها حاجه زي السكسينال كولين. يبقى لما اجي اقول لك بقى هنا ممكن يبقى فكره بقى ان انا بشوف انت فاهم ازاي. يعني لما اجي اقول لك مثلا سكسينال كولين ابنيا ديو تو مثلا سودو كولين استريس ديفيشنسي، هو ده انهي نوع من الادفرس افكت؟ هو تايب بي. انت فاهم يعني ايه تايب بي ولا لا؟ فهنا دي ده اللي احنا لازم نبقى فاهمينه. لما تيجي تقرا ده ايديوسينكراتيك تبقى فاهم يعني ايه ايديوسينكراتيك. قلنا ممكن يحصل ساكسينال كولين ابنيا او ممكن يحصل مالجنانت هايبرثيرميا. اتفقنا ان في عندي الاسيتايليشن، في ناس اللي هم الرابيد وفي ناس لو اسيتايليتور. كل ده بيعتبر حاجه فارماكو جينيتيك. في عندي اللي هو البورفيريا، واتفقنا ان البورفيرين ده التكسير بتاعه ما بتدي دواء زي الباربيتوريت ممكن يخش العيان في اكيوت اتاك من البورفيريا. اتفقنا كمان انه الكورتيكوستيرويد ساعات ممكن تعمل حاجه في العين، ممكن تزود ضغط العين. اتفقنا كمان ان ساعات بتدي انتي كواجولانت يبقى فيه ريزيستنس عالي جدا. وكل ده بيعتبر جينيتيك او جين ريليتد ادفرس افكت. اوكي كده خلاص. Sure.